وللحديث أكثر عن الصراع السياسي والجدل الدائر بشأن قانون الانتخابات ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا ومرحبا بك دكتور حامد. أهلا وسهلا عزيزي، شكرا جزيلا. حياك الله. بداية، قانون انتخابات مجالس المحافظات يخضع لتعديلات مثيرة للجدل بعد تأجيله لسنوات. قبل الخوض في القانون والتفصيلات التي تدخل ضمنها، يجدر السؤال عن سبب حل مجالس المحافظات ثم الحديث عن إعادتها مرة أخرى. لماذا وما هو الصالح ومن المستفيد؟ في البداية شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الكرام. الحقيقة يعني هذا شكل من أشكال الفوضى التي سادت العملية السياسية منذ بدايتها، يعني منذ الغزو الأمريكي للعراق، وخصوصا ما بعد ثورة تشرين المباركة والضغوط اللي وجهت من قبل شباب الثورة لإسقاط حكومة عادل عبد المهدي وحل مجالس المحافظات باعتبارها كانت فعلا وما زالت لحد الآن إذا رجعت هي بؤر للفساد والهيمنة الطغمة الفاسدة على السلطة من خلال اللجان الاقتصادية والهيئات الخاصة والمكاتب التي تمتلكها كل أحزاب الطغمة هذه لسرقة ثروات الشعب، يعني الهيمنة على العقود والصفقات المريبة. هذه من ناحيه، من ناحيه ثانيه طبعا اعادتها يعني شفنا انه لانه الوضع استقر لصالح الطغمه هذه فترتئي اعاده العمل بمجالس المحافظات. نعم. لماذا هذا الجدل برايك حول قانون الانتخابات بين شركاء العمليات السياسيه انفسهم؟ الحقيقه هو شكل من اشكال المنافسه ومحاوله الاستحواذ على كل ما تملك يعني هذه الطغمة من قبل أطراف مختلفة. الحقيقة يعني إذا كان في البيت الشيعي الذي هدم، لكن هناك أقطاب الآن ما زالت تمتلك يعني أذرع قوية، طبعا الميليشيات والأذرع المسلحة، ومن ثم تريد أيضا تغذيها وتمولها يعني باعتبارها أنه منابع تمويل لهذه الميليشيات. نشوف أيضا الكرد نفس العملية، هناك أيضا خلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول الهيمنة أيضا، وبالتأكيد ما يسمون أنفسهم ممثلي السنة أيضا. فهي عملية منافسة الحقيقة للاستحواذ على ثروات البلد أكثر مما حدث خلال السنوات العشرين الإجاف الماضية. هذه طبعا تعديلات شفنا أنه يعني لا تختلف بشكل أو آخر عن ما جرى خلال فترة ما قبل حل مجالس المحافظات. نعم. لمصلحة من اعتماد قانون المحافظة دائرة واحدة بدلا من نظام الدوائر المتعددة؟ الحقيقة لما شافوا الانتخابات المبكرة في أكتوبر في تشرين أول 2021 شافوا أنه يعني الدوائر المحافظات اللي هي اكبر، العفو، اللي هي اصغر يعني دوائر الاقضيه والنواحي اللي صار تقريبا تعداد النفوس 100,000 وما يزيد، شافوها خسروا بها لانه كان ما يعني التيار الصدري حسب ادعائهم انه كان ممثل اكثر في المناطق الشعبيه على خلاف التمثيل المحافظات، يعني الدوائر الموحده لكل محافظه. هذه الحقيقه عادت النظر بالعوده بقوه لهم لهذه الطغمه التي تبقت بعد انسحاب التيار الصدري من العمليه السياسيه او مجلس النواب. يشوفون الان انه خسارتهم لهذه الانتخابات في تلك الانتخابات المبكره 2021 يريدون يستدركون الموقف انه يرجعون، ويرجعون ايضا للنظام القديم يعني سانت ليغو، يرجعون الى 1.9 او 1.7 للهيمنة. يعني هي القضية واضحة جدا أنه يريدون يستعيدون هيمنة هذه الكتل بالمال السياسي ثم بالأذرع المسلحة بجمهور، وطبعا الآن يستحوذون على بعض الوزارات. يعني هناك تفاصيل كثيرة الحقيقة تتعلق بهذا البند، هي يعني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقضية العوائل المتعففة ويعني استخدام النفوذ المالي في الوزارات لمصلحة الفصائل المسلحة والميليشيات النافذة في العملية السياسية الآن. نعم.
ألا ترى أن التعديل الأخير على قانون الانتخابات قد بعثر أوراق العملية السياسية كما يسمونها؟ يعني هنالك المزيد من الخلافات، المزيد من الصراعات، والنتيجة مزيد من عدم الاستقرار في العراق الذي سيدفع فاتورته الوطن والمواطن. بالتأكيد هذه نقطة جوهرية الحقيقة، لأن الشعب العراقي الآن يعني بعد هذه الأزمات الاقتصادية والمخاوف الآن يعني واقع لا محالة، أنه إذا انخفضت أسعار النفط فماذا سيفعل النظام البائس هذا الذي فرض على الشعب العراقي؟ هذه من ناحية. من ناحية ثانية الربط الشعبي الآن، يعني احنا شفنا بالانتخابات الماضية 2021 واللي سبقها 2018 كان رفض جماهيري واسع، يعني المشاركة لم تتجاوز ال 15 إن لم يكن أقل 15% من الشعب العراقي. إذن هناك رفض ليس للقانون الانتخابات والانتخابات بذاتها وللطبقة السياسية التي يعني جاثمة على صدر العراق، النظام السياسي برمته يجب أن يزول، لأنه هذا النظام المحاصص الحقيقي لم يجلب للشعب العراقي إلا الويلات والمآسي والفقر وبعثرة النسيج الاجتماعي والصف الوطني. لذلك الشعب العراقي يعني أتقن اللعبة الآن عكس ما هم يتصورون، أنه ما زالوا يقدرون يعني يمررون بعض الجوانب بإيهام بأنه هم يريدون تعديل بعض القوانين. هذه القوانين مرفوضة جملة وتفصيلة، والنظام برمته مرفوض أيضا. لذلك أنا ما أعتقد ستقوم لهم قائمة في حالة إذا تعديل أو من عدمه. لذلك أنا أتصور العمل الجماهيري مستمر بالتحدي لهذا النظام إلى حين فعلا اسقاطه واحلال بديل وطني يعني يحل محل النظام المحاصصه الى نظام مواطنه ومؤسسات دوله حديثه. هذا هو الحقيقه اللي الهاجس اللي يسيطر عليهم الان من مخاوف حقيقيه في هذا الجانب. نعم. هذه الصراعات السياسيه والتخبط في اداره البلد كيف ستؤثر على الواقع والحاله الاقتصاديه للعراق؟ واضافه الى ذلك كيف سيتم ضبط الاسواق؟ الحقيقة الأسوأ سيأتي في حال تدخل، لأنه احنا شفنا الآن قضية العملة والتلاعب بقيمة الدينار العراقي وهيمنة الدولار باعتباره الآن أيضا يعني وسيلة هيمنة ليست عملة تبادل تجاري ومالي بين العراق والدول الأخرى. أصبح الدولار الآن وسيلة تستخدم من قبل أمريكا وحلفائها بالضد من أيضا إيران وبالضد من الطبقة السياسية لفرض شروط منها الحقيقة لا تخفى على أحد، لكن هم الآن لا يعترفون بها. القضية تتعلق بالسيادة الوطنية، تتعلق بقضية التطبيع، إجبار العراق على التطبيع مع الكيان الصهيوني، إلى قضية بقاء القوات الأمريكية بقواعد وزيادة عدد القواعد. لذلك الشعب العراقي الآن الحقيقة بالإضافة إلى الوضع المعاشي الذي يزداد سوءا يوم بعد يوم، مثل ما قلنا أنه خط الفقر ده يتسع أكثر من 35% الآن من العراقيين تحت خط الفقر. لذلك أيضا قضية السيادة والتدخلات الأجنبية أصبحت الآن على المحك، لابد أنه الوضع سينفجر. ثورة جياع، ثورة تشرين، الصف الوطني يجب أن ينهض، لأنه حتى القوى اللي كانت منخرطة في العملية السياسية في السابق يعني قبل الانتخابات المبكرة ومن 2018 الآن انقلبت بشكل واضح إلى رفض شامل جملة وتفصيلة لهذه العملية السياسية، ويجب أن يحل محلها الحقيقة حلول وطنية، بديل وطني، مشروع وطني للتغلب على كل الأزمات التي ممكن أن تخلق فيما بعد. هذا هو الوضع المأساوي اللي يعني الآن يعني ترصد الجماهير العراقية، وأيضا هم يعني يضعون مخاوف حقيقية من هذا الانفجار. نعم. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف كنت معنا عبر سكايب في بانوراما الرافدين، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.